رغم كل هالحزن والقهر اللي انا فيهم، جاي عم تقولي لي سلفي انه بده يقلعني من البيت وياخده؟ ولك خلصينا بقى، يكتر خيرنا انه نعطيكي كم قرش ما جبتي للمرحوم شقفة ولا ديرته. اسمعي، من بكره الصبح بتطبي كل اغراضك وكلاكيشك وبتطلعي برا البيت لوقت اللي نقدر نبيعه. لك انا وين بدي روح؟ ما عندي مكان روح. لك مو مشكلتي. لك شو مو مشكلتك؟ والله مو عدل هاد. لك خلصينا بقى حاجة تبكبكي، بكره الصبح بتسلميني البيت. خيرية؟ خيرية شو صابك؟ بصراحة الحرمة مضبوطة كثير وباين انه مع قلة تغذية، فلهيك لازم تهتموا فيها وبدها حدا يحن عليها. بقصد زوجها، حدا من عيلتها، حدا من اولادها. ما بخفيك حكيم، من فترة توفى اخي الله يرحمه. اخي هو جوزها.